في لا حكايه ولا روايه. كل ما هنالك اني معزوم على الغداء. معزوم على الغداء؟ عند مين هالعزيمه بقى؟ عند بديع بيكزن بقى. شو المناسبه؟ ما في مناسبه. يو شلون ما في مناسبه؟ هيك من الباب للطاقه اقول لك تعال عندي وتغدى؟ لا بس يعني كل ما هنالك ان رحت بارك له بمحله جديد اللي اشتراه بسوق متحت باشا، فشكرني وعزمني على الغداء. يي اصبح بلا ما اطبخ بكره، انا الثاني بروح بتغدى عند اهلي. ايه ما في مانع، وخلي هالطبخه اللي بين ايديك اللي بعد بكره. ماشي الحال. تلعب دق برسيس فخري؟ تسلمي لي حسيبي، والله مالي قدران، حاسس النعس ذابحني ذبح، فايت على اوضتي نام. يلا تصبح على خير. اصلا هذا اللي شاطر فيه الاكل والنوم، وكله على فافوش. لك اوه ودي على حظي. اهلين اهلين اخي فخري. أهلا يا اهلين وسهلين. اخي فخري بتعرفوا اخي فيصل؟ لا والله بس ما حصلنا الشرف. اهلين وسهلين، نحن حصلنا الشرف. تفضل اخي فخري، تفضل اخي فيصل، انا ما بعرف احلف، مدوا ايديكم قولوا بسم الله. ولو نحن بدنا حلفان، محلانا ونحن قاعدين ببيت اخونا وعم نتدلل على الاكل، بعدين كاني شايف الاكل كثير ما هيك؟ يعني ليش ملبكين حالكم كل هاللبكه؟ ايه ما في لا لبكه ولا شيء، حضرت وما حضر واجبك. انا بصراحه كنت عازم ابو سعيد مبلوعه وابو راتب سن التوم وابو صبحي عنيده، بس فجاه اجاهم سفره لحلب مفاجاه واعتذروا باخر لحظه. بقى مدوا ايديكم قولوا بسم الله. لا الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا اخي يا فخري؟ شو هالسكبه هي؟ ولد ابن سنتين ما بسكب هيك سكبه. معلش معلش بدي بك، خليني اكل على مهلي منشان لحق ذوق كل الطبخات. إيه لا لا عمي هذا مو كلام، لانه اكل الناس على قد محبتها. شو بالظاهر انت ما بتحبنا؟ تفضل 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 دق لي هالجاجه، هي لحمه بدوب بتتم مثل الهليون. شو عم تسوي انت؟ يسلم وديان. بتعرف انه انا بحياتي ما اكلت دجاجه بحالها. لك اخي الدجاجه الايام ما بينحكى فيه، صغير كثير وخفيف على المعده. كل كل لا تعمل لي مشاكل. يلا يلا شو عم تساوي؟ امني الشوكه من ايدك، ملص تمليص. يلا وبالفعل يا جماعه كان الاكل طيب كثير، ونزل صاحبنا فخري بهالدجاجه بالاربعه والكف وعلى تمليص وهبرها تهبير. الله يسلمك. اهلين شو رايك بالدجاجه يا اخي فخري؟ تاخذ العقل. الحمد لله. شو الحمد لله؟ لسه ما بلشنا. وين كوسه المحشي يا بشير؟ ليك يا سيدي جيت حاضر. بشير يرضى عليك، خذ لي الصحن قدام الاخ فخري. على عيني. تفضل سيد فخري تفضل. شو تفضل؟ اعوذ بالله انا شبعت. دايما ان شاء الله. شو دايما؟ لساتنا بالرقراء ما فتنا بالغميق، باين عليك بدك تدلل. ناولني صحنك لقلك، ناولني. حاجه 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 يا عمي. لك يا عمي كوساي وحده بتكفيني، الله يخليك، حاجتي بدي بيك. شو كوساي الثاني؟ شو انت ولد صغير؟ بعدين بقول لك اكل رجال على قد فعالها. صحيح بس انا شبعت. هي مرحبا شبعت، يعني معقول تترك الكوسايات يلي بوحده اللي خلقه؟ والله معك حق، بس انا اخي لا تاكل خبز كل حق. ما بقى فيه دخيل عينك يا استاذ فيصل. لك شو ما بقى فيه؟ بعدين اخي بديع بيزعل منك. ها لا معناتها اكلنا مو عاجبه وقرفان منه. لا لا شو قرفان لا سمح الله، بس انا دق لكان دق لي بالكوسايات لكان دق. حاضر سيدي. بلاع هالكوسايه فرد لقمه بلاع. ما بدنا نزاكي يا سيد فخري، لا بيناتنا نسوان حتى نتزارف ولا معنا صبايا حتى نتلاطف. بقى دق بهالكوسه لاقول لك دق. والله ما عاد احسن يا جماعه صدقوني. اقسم بالله غير ما تاكلها معقول تطلع من عنا جوعان؟ يا جماعه شبعت، عملكم والله شبعت. ولو على القليله مشان يمين بديع بيه، على حساب انت اصلي وبتفهم بالاصول، بعدين في عنا اكل كثير وين بدنا نروح فيه؟ امرك سيدي امرك. بدي صحنك عم يلمع لمع. ها راح يلمع باذن الله، راح يلمع. بشير هات جاطه اللبنيه. عندها سيدي جيت. يسلموا هالايدين. وايدين كمان بدي اكل لبنيه. يعني معقول يكون على السفره لبنيه وما تدوها؟ يا جماعه شبعت ولله الحمد، صار بطني يجعني.
صدقوني صدقوني بديع بيك. الله يسامحك، هلا هذا اسمه شبع هاد. حاجة 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 يا زلمة حاجة، شو عم تعمل انت؟ لك حاجة يا عمي الله يخليك. اخي اكرام الضيف واجب علينا، فيصل عطيه مع الضيفة. حاضر تفضل. زين اللي قال لك بهالكبايات؟ عليم الله بيتقدموا لملوك. ايه اكيد، بس بصراحة يا جماعة رح انفذ الفزر ورح قسما بالله العظيم اذا ما اكلت رح ازعل منك تمام. ها يا بديع بيك، مو مسألة تزعل مني وما تزعل مني، المسألة انه وصل الاكل لحلي ورح يطلع من بلعي. لكن مشان الله حاجتك نزاكي بقى. بعدين بصراحة قديش انا شفت اخي بديع على موائد وسفر كتير، بس بعمري ما شفته عزم على رجال او حلف عليه بهالشكل. بالظاهر انت لك معزة خاصة عنده. يا سيدي الله يسلمك ويسلمه، بس الواحد هلا لا تلهي بالحكي فيصل، كل عمي كل مجاري الهنا. بس عفوا انا حاسس والله ولي اسمه الله غير ما تاكل، ما بدي شو بيصحنك ولا لقمه. كي مو حلوه سيد فخري، مشان يمين بديع بيك، لكن كلهم لقمتين بينزلطوا معك زلط، وبصراحه عيب اللي بيقعد على السفره وما بياكل. حاضر سيد فيصل امرك. هات الابوات يا بشير. شلون شفت لي هاللبنية؟ خفيفة على المعدة مو هيك؟ كثير دايما ان شاء الله. وين 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 هي؟ بدي غسل كفى الله. والابوات مين بده ياكلهم؟ اصلا كله اكلتهم حضرتك، مقبلات ما بنحكى فيهم. الابوات هي وجبة رئيسية، هي الوجبة الرئيسية على الطاولة، بقى وين هربان؟ بترجاك بترجاك يا بديع بيك. انا يا علي الطلاق ما بتتحرك مع الطاولة لتاكل الابوات، اصلا مرتي طبختها مشانك. لك لا تزعلوا سايرو، اخي بحبك. يا والله ما صحت العزيمة لحدا، يعني اللي بقصده اخي بعمره ما عزم على حدا واصر الا على حضرتك. يا اصلا انا ما بحب الابوات، بحس حالي كاني عم باكل بشكير او منشفه. لك اخي انت سايره وتضل لك كمعضه، مو منشان شي بس منشان يمين طلاق. حاضر فيصل ناولو ناولو. تفضل تفضل. ايه ما الله يستخدي بيك. قلي يا شو شو رايك بالابوات؟ لا تقول ابها معلومه، بده يعرف مين يطبخها، بده معلميه مو هيك؟ طبعا طبعا طبعا. يا بشير هات صدر الكنافة والنمارة. معقولة؟ شو الله يعينه. المهم المهم أكل فخري على كل درس لون، وشرب الشاي وأكل فواكه، وكل ما يمتنع عن الأكل يحلفوا عليه، شي بالطلاق شي برحمة الميتين شي بجاه الأولياء والغوالي إلى آخره. وبعد ما احتفلوا في هالاحتفال استأذن الزلمة مشان يمشي حامدا شاكرا. إيه فخري شو رأيك بعد الحلو والفواكه بكاسة عرسوس باردة؟ ما عاد في بوسي لك يا بديع بيك، ما عاد في دخيلك، عيوني زاغت وراسي داخ وما عاد أقدر ما عاد اقدر اسمع بشي اسمه. ايه علي لا ما تحلف يا بديع بيك، ما تحلف قسما بالله اني شبعت، بيش بدي احلفكم وحياة كل مني رجاه عند رب العباد اني فزرت وركبي ما عاد تحملني، ويمكن حماري اللي جيت عليه يبوطس فيي من تقلي ويمكن ما يقدر يحملني. يا شو هالحكي؟ معقول هالحكي هذا كله من عزيمة غدا؟ ايه والله ما اكلت منيح، ما عندنا بالواجب ما ينبغي. معلش يا اخي معلش، كتر الله خيركم وتأكدوا تماما اني ما راح انساكم العزيمة طول ما انا عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك طول بلا من عادي، ها مو محسوبة هاي. ان شاء الله ان شاء الله انعشت انعشت وربي خلاني. غريب اكله قليل هالزلمة. اخي مو قصة قليل، بس هو خجول ونحن ما حلفنا عليه، تركناه على راحته. اه يا ودي اخي.
اخوري اخوري ما حقدر ما حقدر امشي يلا لك امشي تحرك لا تغلط امشي مالي قدران فهمت عليك فهمت عليك الظاهر عطشت ما هيك اخ يا بطني اخ الهيئة بدي اسبوع لاهضوا الاكلات اللي اكلتون اخ 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 بطني بطني رح ينفجر قلت لي عطشان ها ولي يا بطني هاي المي قدامك شراب لك شراب المي نظيفة نظيفة وظريفة عم لك شراب إذا بتحبني بتشرب الشرب على قد المحبة ما بدك تشرب ولك يا عمي شراب شو صار لك العمى بزعل منك ها شراب ولك عم بقول لك شراب ايه ايه علي ما علي الا تشرب ولك عم بقول لك شراب ما بدك تشرب والله الحق بيدك اخ تعرف طلعت انت الزلمة مو انا اخ يا بطني اخ ما عجبك